عن طريق الشمال، تأتي عن طريق ممرات خاصة، عشرات لا بالمئات العاملين من هاي الجنسيات تدخل يوميا. شلون يدخلون عن طريق التوزيع؟ اقول لك انا عراقي وجنسيتي وجوازي بجيبي، من اريد ادخل للشمال توقف بسرعه ويدققون وصورتك. هذا حيطلع من الشمال مو حيدخل للشمال، اكو فرق. شلون دخل للشمال؟ اكو في الطريقه محدده بالنسبه لكردستان، فتحه 21 منفذ غير رسمي. اها اللي عجبك دجاج بيض عبو يرجعوا اللي عجبك يدزوا لك، واحنا مو مسيطرين على منافذنا. مجاملة غير في محلها، كان إلغاء سيطرة الصفرة، سيطرة فاسدة، لكن كان المفروض أحولها إلى إلكترونية، كاميرات ومدري شنو. وهاي أنا اللي يجيني من كردستان، تعال وين أوراقك؟ تعال شنو وضعك؟ عوف الشغلة تايهة، هذا اليوم إحنا ندفع ثمن هذا الموقف.